اهلا بحضراتكم من جديد. ارتفع اعداد المصابين نتيجة التسمم في جامعة الازهر الى 65 حالة، والطلاب خرجوا الى بعض الطرق ويعني رافضين لما حدث. معنا على التليفون الدكتور احمد الانصاري نائب رئيس هيئة الاسعاف. دكتور احمد اهلا بيك يا فندم. دكتور احمد، دكتور احمد الانصاري، دكتور احمد الانصاري معانا؟ طيب نحاول نتصل مره ثانيه. اذا حتى الان 65 حاله تسمم نتيجه التونه المسممه اللي تداولها الطلبه، وادت الى حدوث حالات تسمم، وادت ايضا الى يعني حاله رفض شديد من الطلاب لما يحدث. انا مش عارف احنا ليه ما بنتعلمش من سلبياتنا السابقة. كنا ننتظر بعد هذا الموضوع اللي حدث منذ أقل من شهر أن يتم معالجة الموضوع، أن يتم تغيير نظام ودولاب العمل في داخل جامعة الأزهر، لكن اكتفينا فقط بإقالة رئيس الجامعة. دون ذلك ما حصلش أي شيء، والوضع كما هو محلك سر. عودة فقرتنا النهاردة. بكرة هتبدأ أولى الجلسات التمهيدية لمؤتمر العدالة اللي دعا عليه السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لمناقشة أزمة القضاء وقانون السلطة القضائية. والنهاردة مؤسسة الرئاسة أعلنت عن تغيير مكان انعقاد المؤتمر علشان يكون في دار القضاء العالي بدل من مقر الرئاسة. السؤال الكبير النهاردة، هل ممكن هذا المؤتمر أنه ينهي أزمة السلطة القضائية وهل تدخل الرئاسة ومحاولاتها لتهدئة الأجواء ممكن يجمع شمل الأسرة القضائية مجددا ويضع حدا لاحتقان في ساحة العدالة في مصر؟ معانا الإجابة على هذه التساؤلات معالي المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية ورئيس محكمة جنايات الجيزة. أهلا بمعاليك يا فندم. ومعانا الأستاذ الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة القانونية برئاسة الجمهورية وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى. أهلا دكتور. أهلا سيدي. وخليني أبدأ بحضراتكم، يعني أسأل دكتور حضراتكم في البداية، أسأل بس في الأول، شايفين الدور بتقوم بيه مؤسسة الرئاسة إزاي حاليا لنزع فتيل الأزمة؟ وأبدأ بعبد الستار، بيتفضل يا فندم. والحقيقة في الأونة اللي احنا عايشينها دلوقتي شايفين ان مصر كلها في أزمات الحقيقة، وفي القلب من طبعا أزمات الدولة كلها، تخوين ما بين الناس وبعض، عدم ثقة. في القلب من هذه الأزمات السلطة القضائية. بدأت السلطة القضائية الأزمات من فترة من حل مجلس الشعب حتى الآن بالأزمة الأخيرة، وهي أزمة طرح قانون المشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى. الحقيقه اقطع سيادتك بس عشان ناخذ مكالمه الدكتور احمد انصاري نائب رئيس هيئه الاسعاف. دكتور احمد اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور عمرو. عايز اعرف بالظبط حجم الاصابات قد ايه من طلبه جامعه الازهر؟ احنا حتى الان قلنا 65 حاله للمستشفيات المحيطه بالمدينه الجامعيه. الحالات بسيطه وهي عباره عن قيء ومغص والام في البطن يعني. الحالات بسيطه والفن الطبي موجود هناك يعني. هل تبين لكم اسباب الحالات دي؟ دي تسمم يعني ولا ايه يعني بتسموها؟ احنا بنعتبر ده يعني طبيا في المرحله الاولى كده اشتباه تسمم، لغايه يتعمل حاجتين، عينه من الوجبه اللي هم اكلوها لازم تتحلل، زائد عينه من الطبيع او من الافرازات الخاصه بالمصابين. بس دول 65 واحد يا دكتور احمد، يعني دي اكيد ده حاجه يعني عشان كده بتسمى يعني بتسمى في المصطلحات الطبيه اشتباه يعني، لان انا ما اقدرش اجزم هل تعرفتم عن اسباب الحالات دي؟ يعني ايه اللي حصل؟ هما بيقولوا يعني بيقولوا ان في اكل وجبه تونه في المدينه الجامعيه، وبيقولوا بعديها البلاغات ابتدت من الساعه 8:30 يعني، واحنا متواجدين هناك من الساعه 8:30. هل في عربيات اسعاف كافيه لنقل الطلاب المصابين؟ في 15 عربيه اسعاف موجوده هناك، بالاضافه الى فريق طبي، في طبيب موجود هناك في عمليه فرز الحالات وتوجيهها للمستشفيات المختلفه. طيب هل تم توزيعهم على مستشفيات قريبه مجهزه يا فندم؟ احنا نقلنا على مستشفى التامين الصحي بمدينه نصر والزهراء الجامعي والحسين الجامعي، وابتدينا ننقل على مركز سموم الدمرداش. يعني بنحاول نوزع الضغط في المستشفيات عشان ما حصلش عبء على المستشفيات مره واحده. شكرا دكتور احمد الانصاري نائب رئيس هيئه الاسعاف. اعود لمعالي المستشار عبد الستار بالكمام. يعني حضرتك كنا بنتكلم على الدور اللي بتقوم بيه مؤسسه الرئاسه لنزع فتيل الازمه. انا هقول لحضرتك لما بتكلم بقول ان مصر في ازمه وفي تخوين وفي تشكيك، فيه تنحر حزبي وسياسي. في القلب من هذه الازمات السلطه القضائيه، ازمه السلطه القضائيه،
وحينما نقول هناك أزمة في السلطة القضائية وفي مشكلة في السلطة القضائية بعلاقتها مع بقية السلطات، في توتر قائم بين السلطة القضائية وبقية السلطات، لابد أن يضخ ناقوس الخطر، لأن السلطة القضائية لها وضع خاص. لأنها زي ما بقول دائما، موضوع السلطة القضائية هو قضية العدالة. لما يكون العدالة في خطر الكل يخلق. ليه؟ النهاردة العدالة هي ملاذ الناس، السلطة القضائية هي الحصن للناس، حصن للجميع، الحاكم والمحكوم. وحينما نقول أن هناك أزمة في العدالة، أزمة في السلطة القضائية بينها وبين بقية السلطات، الموضوع يهم كل الشعب، كل الناس، لأن ما هوش قضية القضاة، بتبقى قضية كل الناس، لأن الناس عاوزة عدالة، عاوزة جهة تلجأ إليها عندما يكون يحس بخطر أو ظلم. من هنا كان يجب أن كافة السلطات لا تتنبه إلى لما يكون في مشكلة في السلطة القضائية وفي خطر، لابد نقول إيه الحل، ايه اللي جاب المشكله فجرها الان. طبعا في ازمات ابتدت من فتره لكن تفاقمت وازدادت، وحصل في ازمه ما بين السلطه القضائيه وما بين السلطات، بين السلطه القضائيه وبين السلطه التشريعيه، بين السلطه القضائيه وبين مؤسسه الرئاسه، وبين السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه ككل. مش عاوز ارجع للماضي واقول الازمات بدات ازاي، لكن الحديث في هذا الموضوع، يعني احدث ازمه في الموضوع ده، موضوع قانون السلطه القضائيه المطروح على مجلس الشعب. هو لنا نتساءل الآن، هو وقت عرض مشروع قانون السلطة القضائية؟ هل هو الوقت حان له من يعني الضرورة ووجه السرعة أن يعرض الآن؟ وهو كان بيشمل عدة مواد، المادتين اللي كان يثاروا الجدل، مادة السن ومادة تطهير الدعوات اللي صاحبت هذا القانون تطهير القضاء. فحينما نتحدث عن السن ونقول له زيد نزول السن من 70 إلى 60 أو إلى 65 كما يتردد، احنا عندنا مشكلة. اي تشريع بيتغيى ايه؟ بيهدف الى ايه؟ بيهدف الى المصلحة العامة. حينما يكون تشريع بيدرس في البرلمان لابد ان يهدف الى المصلحة العامة. لما نيجي بقى لمشكلة السلطة القضائية، مشكلة القضاء، مشكلة العدالة، احنا عندنا مشكلة بطء التقاضي، عندنا زيادة عدد القضايا، عندنا عاوزين زيادة في عدد القضاء مش نقص في عدد القضاء. عندنا مشكلة أيضا، الدستور الجديد جاب عن فتح الباب للاستئناف في قضايا الجنايات. الجنايات كانت تنظر على درجة واحدة، فالجنايات ودي حاجة كويسة، المتهم بجناية بياخد فرصتين بدل فرصة واحدة، لأن قبل كده الجناية كانت بتنظر في محكمة الجنايات وينتهي الحكم يبقى في السجن أو في براءة. طالب النقض ده طالب طريق غير عادي، يعني قال ان في طالب الاستئناف يبقى عدد دوائر الموجوده على مستوى الجمهوريه عاوز الضعف. يعني اذا قلنا في القاهره 100 دايره يبقى ب 300 مستشار، شوف بقيه المحافظات فيها كم دايره، هتحتاج بقى ضعف العدد ده. نيجي بقى يبقى احنا عاوزين زياده عدد القضاه، ده احنا عندنا نقص في عدد القضاه نتيجه زياده عدد القضايا، اللي احنا عندنا بطء التقاضي، مسألة النظر الجنايات على درجتين. نيجي بقى السن على مستوى العالم، أولا بالنسبة لمصر عندنا أساتذة الجامعة، الدكتور جميل أستاذ في الجامعة سن 70 سنة، بس اللي سن 70 سنة لا 60 وبعد كده يبقى أستاذ متفوق لحد ما يموت، لكن بيعطي ويدرس وبيروح الجامعة، بس ما تولاش مناصب. مظبوط، ده موضوع تاني، يتولى مناصب إيه، لكن المهم أن يعمل يعني. نأتي على مستوى العالم، لما نيجي نشوف على بالنسبه لمستوى العالم، الولايات المتحده الامريكيه حضرتك عندي على سن كام؟ الولايات المتحده الامريكيه لا يوجد سن للتقاعد، يتقاعدوا بناء على طلبهم. كندا للقاضي ان يتقاعد بعد 75 سنه. البرازيل يظلون في مناصبهم مدى الحياه. جنوب افريقيا 70، فرنسا انجلترا كل الكلام ده كله اظن يمكن فرنسا 65. فنيجي النهارده احنا بنبص للعالم كله نجد ان لا، القاضي على فكرة خبرة متراكمة، تيجي بعد الستين سنة وتقول خط كده ونشيل اللي بقى فوق الستين سنة، ده انت بتشيل، مش عاوز اقول خيرة رجال القضاء، لا عاوز اقول خبرة متراكمة طويلة. يبقى الهدف لما نيجي نقول النهاردة ان انا بقلل السن او بنزل السن من 70 الى 60، هل يحقق المصلحة العامة طبقا للمفردات اللي انا قلتها؟ احنا في حاجة الى زيادة عدد القضاة، في حاجة الى انشاء دوائر جديدة، زيادة عدد القضايا بتزداد نتيجة المشاكل اللي بتحصل سواء في المجال الاقتصادي أو العلاقات الأسرية، حتى في المدني، في الجنائي، الجرائم، كل ده بيحصل مشاكل كثيرة. يبقى لا يتغير المصلحة. لما أتكلم على التطهير بقى،
تطهير القضاء. أعتقد حينما نتحدث عن التطهير إحنا بنهين القضاء المصري الذي يتمتع بسمعة طيبة على مستوى العالم، المستوى المحلي والمستوى العربي والمستوى العالمي. فما نيجي نقول بنطهر القضاء، يعني إيه بنطهر القضاء؟ يعني متهمه بالفساد. الثقة في القضاء من ضمن عناصر بناء دولة القانون. حينما تذهب إلى المحكمة وأنت واثق في القاضي واثق في المحكمة بتحس هنا بأمان، لكن حينما أذهب وأنا شكك في القاضي ونتهمه بالفساد، طيب يبقى السبيل الآخر إيه؟ فوضى، أخذ حق إيه؟ بإيديا، مش ده البديل؟ النهاردة لما نتكلم على القضاء لابد ندعم الثقة ولا نقلل الثقة بل نعدمها الآن. أكثر من هذا طبعا البعض قد يقول هم القضاء دول ملائكة، لا مش ملائكة هم بشر، لكن من يخطئ بيحاسب فورا. إزاي؟ عندنا آليات في القضاء، التفتيش القضائي في النيابة العامة، التفتيش القضائي في وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى، عندنا مجالس تأديب، عندنا دوائر تحاسب أي رجل قضى سواء في النيابة أو في القضاء ارتكب مخالفة، ارتكب جنحة، ارتكب جناية، يؤخذ بالشبهة وليس بالدليل. فلما أقول النهاردة إن المعروض قانون ونبص له كده بيهين القضاء، بيتكلم على الفساد في القضاء، اعتقد احنا بنهدر دولة القانون. وحنا نتحدث عن السن، فاحنا هذا المشروع لا يحقق المصلحة العامة بل يقوض دولة العدالة. نعم أيضا. طيب دكتور جمال، يعني اولا عايز اعرف يعني هناك ازمة، دور الرئاسة ايه اللي دور الرئاسة عشان تنزع فتيل الازمة؟ هي الحال الرئاسة رغم ان هي مش طرف في الازمة لكن بتحاول ان هي تقيم علاقة ود مع القضاء، لان هي خارج اطار العملية التشريعية. ورئيس الجمهورية، البعض بيطالب رئيس الجمهورية بسحب مشروع، لا يعني رئيس الجمهورية لا يملك سحب مشروع القانون، يعني ده مش اختصاصه خالص، ويملك الاعتراض على القانون بعد صدوره، حق الفيتو، ويستطيع المجلس ان يتغلب باغلبية خاصة على اعتراض الرئيس. انما مشروع قانون او حتى هو مش مشروع قانون، هو ما بقاش مشروع قانون، هو اقتراح بقانون تقدم به احد اعضاء حزب الوسط او حزب الوسط، والحقيقة لسه حيناقش، ومشروع اصبحوا ثلاث مشاريع وينتظر ان يتقدم مجلس القضاء الاعلى بمشروع. لكن الحقيقه انا شايف ان المشكله طبعا النص المشروع ما فيش اي حاجه تتحدث عن تطهير القضاء خالص، يعني للامانه، عشان يعني يمكن الدعوات اللي المظاهرات والكلام انا طبعا ضدها تماما، وده ده كلام صاحبة لا طبعا ضدها تماما يعني. لكن مساله السن الحقيقه زي ما بقول سعاده المستشار محتاجه معيار موضوعي، وهي المصلحه العامه. المصلحة العامة تقتضي أن نبحث بحثا علميا رصينا، هل رفع السن أدى إلى تطوير منظومة العدالة في مصر؟ أدى إلى حل المشاكل زي ما بيقول سعادة المستشار، تراكم القضايا الكبيرة، رغم أن سعادة المستشار ممتاز لما تحدثت معه أن القضاء يحتاج إلى مزيد من القضاء، لما كنا بنتكلم عن النيابة المدنية وبالتالي إطلاقا، وده مسجل على فكرة في إحدى جلسات الجمعية التأسيسية، قال إطلاقا المشكلة ليست في قلة عدد القضاء، إنما المشكلة هي في التنظيم داخل مؤسسة القضاء، مشكلة بطء العدالة وتراكم القضايا ترجع إلى سوء تنظيم داخل المؤسسة وليس إلى قلة عدد القضاء. لكن أنا مساعدة مستشار لا طبعا، عندنا نقص شديد جدا في عدد القضاء، عندنا الحقيقة الشاب ولادنا الصغيرين أما يبقى قاضي الحقيقة ومحتاج، لأن مستوى التعليم عموما الجامعي ومن ضمنها التعليم القانوني لا يؤهل الحقيقة أن الخريج يصبح قاضي على الإطلاق. عشان كده احنا بنطالب ومع رأي القائل بضرورة إنشاء أكاديمية القضاء، احنا ما ينفعش نستنى لما نحسن مستوى التعليم الجامعي، لأن مسألة خطيرة يعني، وتكون أكاديمية حقيقية وتكون الإشراف والعلمي فيها للإشراف أكاديمي والإشراف الإداري لوزارة العدل. الـ 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 الأزمة اللي موجودة الحقيقة أنا عايز أقول بمنتهى الصراحة يعني أن البعض اعتقد أن القضاء بدأ يتدخل في السياسة من خلال أحكام ومن خلال قرارات، فكان قد يكون هذا رد فعل طبيعي أو غير طبيعي لاعتقاد البعض أن القضاء بدأ يتدخل في السياسة.
بدأ يصدر قرارات أو أحكام لها طابع سياسي. مثلا وإن كان أنا بقول قبل ما أقول رأيي، حكم مجلس الدولة المتعلق بتأجيل الانتخابات بالدعوة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات مجلس الشعب، وأنا معاه إنه حل مشكلة سياسية كبيرة، وإن ما كانش وقت انتخابات، وإن دي مصلحة، لكن مجلس الدولة والإدارية العليا استقرت على ان قرار رئيس الجمهوريه بدعوه الناخبين لانتخابات مجلس الشعب هو من اعمال السياده، بل في حكم صدر سنه 91 للاداره العليا بتقول ان قرار رئيس الجمهوريه بدعوه الناخبين لانتخابات مجلس الشعب ياتي على القمه من اعمال السياده، ثم تاتي محكمه القضاء الاداري وتتعرض لعمل من اعمال السياده، رغم ان الماده 11 من قانون مجلس الدوله بتمنع القاضي من التعرض لاعمال السياده، والماده 17 من قانون السلطه القضائيه ايضا. لكن تيجي الاداريه العليا وعند نظر الطعن وتقرر انه انها عدلت عن المبدا المستقر ان هذا القرار من اعمال السياده. طيب ما يمكن لما نقعد نتناقش يبقى في منطق في الكلام ده من الناحيه القانونيه، لكن قدام الظاهر لا، ده موقف يبدو انه موقف سياسي، زي ما بنقول ان مشروع القانون ده موقف من القضاء لو خدناها بتفسير او تفسير اخر يقول لك والله ده راجل بيمارس حقه في اقتراح قوانين، هو بيمارس حقه، هو شايف ان المصلحه العامه كده. اذا خدنا يعني في عده امور او عده وجهات نظر في الموضوع، فانا متصور ان هذه الازمه ستنتهي الى رفض القانون. انا بقول انا يعني انا عضو في مجلس الشورى وشايف الاجواء شكلها ايه. لكن انا بقول ان القضاء في مراحل التحول الشديده زي اللي بتحصل عندنا بيتاثر بالقضاء بالسياسه، ودي مساله طبيعيه جدا ان القاضي بشر ومواطن ويتاثر بالسياسه. لكن عاوزين نحط خط بقى، لان لو جينا ناقشنا عدد كبير من الأحكام الصادرة منذ قيام الثورة، بعضها جه في اتجاه يأتي مؤيدا للثورة وهو الحقيقة مخالفة صريحة النص، زي حل المجالس المحلية. القانون بيقول لا يجوز حل المجالس المحلية إلا بقانون، يقوم يصدر حكم بإلغاء القرار السلبي لرئيس الوزراء بالامتناع عن حل المجالس المحلية. أنا راجل أنا عارف وفاهم بقى، أقول لك والله الحكم رغم إن أنا أيدته وسقفت له، لكن هو ملوش دعوة بالقانون الحقيقة. حل بحزب الوطن، إجراءات حل الأحزاب القانون ما حددها بالتفصيل، والحزب الوطني ما اتخذتش وتحل بحكم بدون اتخاذ الإجراءات يعني ليا رأي مثلا في حكم الدستورية بحل مجلس الشعب، ورأي الحقيقة ورأي قانوني ومش دعوة، مش هتكلم، ممكن ما اتكلمش ولا كلمة في السياسة، اتكلم عن تطابق النص المرسوم بقانون اللي حكم بعدم دستوريته مع اعلان دستوري صادر في نوفمبر 2011 بالكلمه، تطابق بالكلمه، مش مجرد ان ده لا صدر مرسوم، صدر اعلان دستوري، المجلس العسكري اللي هو نفسه هو المشرع الدستوري، هو المشرع العادي نقله بالحرف عمل بيه مرسوم بقانون، تمام؟ طيب هو ده اللي خضع لرقابه الدستوريه، طب احنا المحكمه تراقب دستوريه القوانين، اذا كان هو نفسه هو، انا عندي حل طبعا وهي رقابه الاغفال، لكن حتى الحكم لم يتعرض لفكره رقابه الاغفال على الاطلاق، فكره المصلحه في التصدي، المحكمه من حقها تتصدى لاي نص غير مطعون فيه، لكن لابد من توفر شرط المصلحه، وشرط المصلحه في الدعوه الدستوريه يعني ان يكون الحكم ان يكون التصد الحكم في النص المتصدى له سيؤثر في الدعوه الموضوعيه. طب اذا كانت الدعوه الموضوعيه تتعلق بدايره الفردي في اليوب ما لهاش اطلاقا علاقه بالقائمه، المحكمة تتصدى، أين المصلحة في التصدي هنا؟ ده كله كلام في الحقيقة في القانون، ما أنا متكلمش سياسة، لكن أنا بقول يجب أن نضع خط فاصل بين تطبيق النص والتأثر بالظروف السياسية المحيطة عشان الأمور تستقيم يعني. نعم اسمح لي بس ارد على الحته. طيب انا عندي سؤال ولك تعقيب يا فندم، يعني السؤال دلوقتي نادي القضاء اعترض على تنظيم مؤتمر العداله برئاسه الجمهوريه، الرئاسه اعلنت زي ما قلت منذ قليل انهم هيعملوه في دار القضاء، هل النادي هيشارك في المؤتمر بعد تغيير مكان انعقاده؟ ولك تعقيب طبعا على كلام القضاء والسياسه، لك ان تعقب ثم انا هتكلم على الكلام العام. اتفضل. يجب ان يكون القضاء
بعيد عن السياسة تماما ويجب أن يكون بعيدا عن السياسة، لأن القضاء طبيعة رسالته تتأبى وتتعارض أن يعمل بالعمل السياسي، وتتعارض أن يكون له فكرا سياسيا، رسالته العدالة. وبالتالي فالقضاء لا ينحاز إلى طرف ولا يعادي طرف ولا ينحاز إلى جماعة ولا يعادي جماعة، ويربأ بنفسه أن يكون طرفا في نزاع سياسي، ده بصفة عامة. لكن في نفس الوقت عاوز أقول أن القاضي حينما يحكم أو حينما يصدر حكمه لا يرضي الشارع السياسي ولا يرضي السياسيين، هو يجب أن يصدر حكمه مطابقا للقانون ومطابقا لضميره ويحقق به العدالة. دي من ناحية العمل القاضي والسياسي. الموضوع حضرتك المؤتمر، الحقيقة عاوز هتحضرها فن ولا لا فن؟ ما انا هقول لحضرتك. اتفضل فن. هو الحقيقة الأزمة اللي احنا فيها محتاجة أن نفكر دائما بروية وبعقل وبحكمة. احنا في أحوج حاجة في الفترة دي إلى العقل والحكمة، ليس إلى الصياح. مصر في حاجة للعمل وليس للكلام. مؤتمر، احنا الأزمة الحل ايه؟ المشروع القانون. مؤتمر العدالة ده عنوان كبير. مؤتمر العدالة ده كان حلم لنا ان احنا يبقى عندنا مؤتمر عدالة، لانه اول المؤتمر انشئ اعتقد سنة 86. من ساعتها يعني كان حلمنا يبقى فيه مؤتمر عدالة تاني. لما جه مؤتمر عدالة بيتناول حاجات كتيرة قوي، مش القانون بس. عشان نعمل مؤتمر عدالة محتاج اعداد جيد. عفوا المقاطعة مرة تانية لتفاقم الازهر. معانا الزميل وائل محمد من صحيفة المصري اليوم امام جامعة الازهر. استاذ وائل، ايه اللي بيحصل عندك؟ استاذ وائل. ايوه. صف لي المشهد، ايه اللي بيحصل عندك امام جامعة الازهر؟ بص، المشهد كان دلوقتي في وقعت اشتباكات امام اسم مدينة نصر اثناء قطع طريق الطلبه. كانت في سياره امن مركزي حاولت المرور. سياره الامن المركزي تابعه القضاء احمد شوقي، فصدمت احد الطلاب وبعدين دخلت جوه القطاع. فالطلبه بدروا بالقاء بعض الحجاره، فقوات الامن داخل قطاع احمد شوقي لما لقيت الهجوم مئات الطلبه هجموا قطاع احمد شوقي، قاموا باطلاق العشرات من قنابل الغاز مسيله للدموع. تمام. سيارات الاسعاف بتقوم حاليا بنقل الطلبه الى المستشفيات القريبه من المدينه الجامعيه، وفي هتافات كانت ضد شيخ الازهر، وفي غدا اتحاد الطلبه اكد ان في بكره اعتصام امام مشيخه الازهر. من ضمن المطالب اقاله الدكتور توفيق نور الدين، لان النهارده كان في اجتماع وبعض الطلبه اكدوا ان في اعراض لبعض الطلبه ظهرت، وان لازم يكون في رعايه بالوحده الصحيه، وقال لهم هنبحث. وطبعا حصلت الاصابات اللي هي وقعت النهارده نتيجه التسمم بحاله اكل وجبه التونه. هل ما زال الطريق مقطوع يا استاذ وائل؟ الطريق مقطوع لا زال. أني طريق المقطوع دلوقتي؟ مصطفى النحاس اللي هو قدام المدينه. طب هل هناك اتجاه للتصعيد من قبل الطلبه بعد الاحداث الاخيره دي اللي وقعت؟ طبعا اكيد الطلبه يعني في حاله احتقان داخل الطلبه قدام المدينه، وفي شيخ الازهر. الطالب اللي اصيب نتيجه جراء اصطدام سياره الشرطه بيه اخباره؟ الاصابه خفيفه بس هم يعني كانوا مستقيمين، فطبعا قاموا بالقاء الحجاره على سياره الامن المركزي وعلى قطاع احمد شوقي. شكرا للزميل الصحفي وائل محمد، صحفي بجريده المصري اليوم امام جامعه الازهر. اعود معالي المستشار عبد الستار امام، عفوا المقاطعه يا فندم. بالنسبه لمؤتمر العداله، مؤتمر العداله ده محاوره كثيره جدا. ايه المقصود بمؤتمر العداله؟ ان يتحقق في مصر عداله ناجزه سريعه وليست متسرعه من قضاء مستقل محل ثقه. له محاور كثيره، ياتي محور واحد منها وهو قانون السلطة القضائية لحقق القضاء المستقل. لكن عندنا أيضا إعداد القاضي، تأهيل القاضي، أكاديمية القضاء. عندنا مشاكل المحضرين، مشاكل أمناء السر، مشاكل دور العدالة، مشاكل ميكانة العدالة. لا، المسألة أكبر من حكاية قانون فقط. يبقى لما نتكلم عن مؤتمر عدالة الآن، المقصود هو عنصر واحد من هذه العناصر هو القانون. انا كنت اتصور ان نقول والله ان الان بنبحث عن قانون يحقق استقلال
القضاء، لكن كلمة مؤتمر عدالة محتاجة إعداد جيد وأبحاث ومين مشارك والنظم المقارنة بينه وبين العالم بره في كافة المحاور، من القاضي إلى السكرتارية المحاكم إلى دور المحاكم إلى تنفيذ الأحكام، لأن ثمرة الحكم تنفيذه، يطلع حكم تعرفش تنفذه سواء أحكام جنائية أو أحكام مدنية. لا، فكلمة مؤتمر عدالة كانت محتاجة يعني بعض التفكير وبعض الأداء، لكن ناخد من الآن اللي هو العنصر الخاص بقانون السلطة القضائية. أنا أعتقد أن المسألة محلولة خالص. إحنا عندنا قوانين، مشروعات قوانين وضعت نادي القضاء، وأنا كنت عضو في لجنة نادي القضاء اللي وضعنا مشروع للقانون موجود، وفي أيضا مشروع آخر مشروع عد معرفة نادي القضاء كان حاضر فيه نادي مصر ورؤساء نوادي الأقاليم. في مشروع كان من مجلس القضاء الأعلى حينما كان المستشار حسام الغريان رئيسا لمحكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، شكل لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي وسمي مشروع أحمد مكي. مزبوط. عمل أيضا مشروع، فعندنا مشروعين، المشروعين حينما اطلعنا عليهم مشروعنا والمشروع الآخر يكاد يكون متطابقين، حتى لو كان في مادة أو اثنين ممكن التوفيق بينهم، فالمشروعات دي معدة. في مشروع موجودة أيضا في مجلس الشورى، القانون الدستور يلزم بأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروعات القوانين. أنا كنت أرى حلا لهذه المشكلة كلها أن كافة هذه المشاريع وتبقى مسار دستوري، أن المشاريع اللي هناك مع المشاريع المعدة عندنا بتعرض على مجلس القضاء الأعلى، مجلس القضاء الأعلى بيقول رأيه ثم بيعرضه على النوادي، لأن مجلس القضاء الأعلى هيعرضه أيضا على نوادي القضاء بنقول رأينا فيه. الفكرة أنه حقق، احنا لا نبحث عن مصالح شخصية للقضاء ولا على مصالح القضاء، احنا بنبحث على العدالة، مصالح شعب، وبعدين بنشوف اللي يحقق المصلحة العامة وبنقول رأينا فيه ويعود لمجلس النيابي ان شاء الله بعد انتخابه. يعني انا بس عاوز اقول حتة ان التدخل في السلطة التشريعية اعرف انتوا هتحضروا يا فندم بكرة في ضوء تغيير المكان الى دار القضاء العالي؟ هنحضر، لانه احنا دايما احنا مهمومين بالعدالة. فهنحضر ان شاء الله، احنا عندنا اجتماع بكره ان شاء الله مع مجلس، ندعو كل الانديه رؤساء الانديه مع مجلس القضاء الاعلى باذن الله، هنحضر وهنتكلم على اساس ان احنا يهمنا المصلحه، احنا مش عاوزين نفتعل ازمات والله، احنا يهمنا العقل الحكمه، احنا عاوزين مصر تستقر، عاوزين نبتدي نبني، ما ننظرش للماضي. شوف، ليس بيننا وبين رئاسة الجمهورية إلا كل ود واحترام، وبكرر مرة أخرى وكل في كل ما أتكلم بقول، جاء رئيس الجمهورية بانتخاب حر مباشر بإشراف قضائي وجميع القضاء يقولون ويحترمون ويقدرون السيد رئيس الجمهورية، ويجب أن تكون العلاقة بيننا وبين مؤسسة الرئاسة وبيننا وبين السلطة التشريعية احترام متبادل في نطاق السلطات كلها، الفصل ما بين السلطات، لكن التعاون والاحترام والود بينه وبين السلطات، لا نتدخل في عملهم ولا نتدخلوا في سير العدالة لمصلحة العدالة، لكن حينما ندلي بدلونا ورأينا في قانون السلطة القضائية هذا حقنا طبقا للدستور بعد أخذ رأي، ده الدستور اللي بيقول كده، بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بياخد رأي القضاء فيه. تمام، شكرا. دكتور جمال، هل مؤتمر العدالة سيكتفي بمناقشة قانون السلطة القضائية أم أن هناك قضايا أخرى سوف تطرح على هذا المؤتمر؟ لا، أنا أتصور أنه ما ينفعش يكتفي بقانون السلطة القضائية، والحقيقة مسألة محتاجة تطوير تحضير طويل يعني. أنا لا أتصور أن مؤتمر العدالة مثلا نقول الأسبوع الجاي، أنا أتصور أنه يحتاج شهور للتحضير، وتشكل لجنة للتحضير للمؤتمر، ودي هتاخد وقت زي ما قال سعادة المستشار، يمكن أبسط موضوعات مؤتمر العدالة قد تكون قانون السلطة القضائية، يعني في حاجات مهمة جدا زي ما قال سعادة المستشار إن منظومة العدالة يمكن أفضل حلقاتها القضاء اللي احنا يعني عاملين نقول قانون، لكن ده فيها حلقات محتاجة الحقيقة يعني نظر، ومحتاجة إصلاح، ومحتاجة تطوير، ومحتاجة لسه دلوقتي أمين السري بيقعد يكتب في محضر الجلسة، ده كلام يعني مسألة، ده أنا بقول لك أبسط حاجة، الألم المحضرين وهو خطير، بيلعب دور خطير جدا وإحنا سايبينه كده، يعني إحنا سايبينه كده مسألة، لا احنا محتاجين الاحكام تصدر ولا تنفذ. انا عشان اخد حكم مدني مثلا، اخد الصيغه التنفيذيه، انزل احجز على ايه، ولا اعمل ايه، ولا في ايه، وانا اجيب مشتري، يعني مساله، لا المساله محتاجه تطوير كبير، ومؤتمر فصل الادعاء عن المحاكمه ما جينا نتكلم فيه ايام الدستور، اخواننا يعني اللي كانوا حاضرين من القضاء، لا ده محتاج مؤتمر العداله عشان يناقش مناقشه، عشان ما ينفعش
يعني. وانا الحقيقه اقتنعت بالكلام ده تماما، لكن لازم يكون موضوع من موضوعات مؤتمر العداله، حاجات كتير قوي. طب الشرعي خبره، الشرعي الخبره لا لا طبعا يعني عداله شيء كبير يعني. يعني لا انا شايف ان ما ينفعش مؤتمر العداله نقول بعد بكره مثلا ولا الاسبوع الجاي، لا محتاجين تشكيل لجنه، يصدر قرار من رئيس مجلس قضاء الاعلى بتشكيل لجنه للتحضير لمؤتمر العداله. لكن شايف ازاي اعتراض النادي القضاء على مناقشه القانون الموجود في مجلس الشورى واصرارهم على مناقشته في مجلس النواب القادم؟ لا دي مسألة، ده تدخل في أعمال السلطة التشريعية يعني، ما ينفعش. مفيش حاجة اسمها أعترض على مناقشة قانون يعني. أنا هل ينفع قاضي يحجز قضية للحكم أجي باعت له إنذار وأقول له أنت لو أصدرت الحكم أنا هعمل؟ لا كلام يعني ما ينفعش، غير مقبول يعني. يعني دي سلطة تشريعية ودي سلطة قضائية، ولا يجوز التدخل من سلطة في عمل السلطة الأخرى بغض النظر عن إيه الموضوع يعني، بغض النظر عن ايه الموضوع. وبعدين عرض على مجلس القضاء الاعلى زي ما قلت ده واجب، ده لازم، والا القانون يبقى غير دستوري. بس لما يبقى مشروع قانون ده لسه اقتراح بقانون، ما ينفعش تعرض على مجلس القضاء الاعلى. هل النادي بيعترض على القانون المطروح في مجلس الشورى علشان البند الخاص بتخفيض السن فقط، ولا في اعتراضات اخرى على القانون؟ القانون موجود لا معي. هو كان وجهه نظرنا ان القانون يعني ملهوش وجه السرعه والضروره الان. يعني حتى قانون السلطه القضائيه من القوانين المكمله للدستور. وانه القوانين اللي بتعرض الان على مجلس الشورى كلها صفه الاستعجال والضروره. وانه المفروض مثل هذه القوانين الكبيره اللي بتتكلم عن سلطه وانشاء، يعني اللي انت عارف حضرتك السلطه القضائيه سلطه من سلطات الدوله الثلاثه، يبقى يعني محتاج دراسة شاملة، دراسة متأنية متعمقة، الهدف منها هو إيه؟ عدالة ناجزة، قاضي محل ثقة. يبقى وقت ما يجي السلطة المختصة بالتشريع وهي مجلس النواب. وبعدين ما هو مجلس النواب ومجلس الشورى الاثنين سلطة تشريعية، لكن عشان احنا كمان ندرسه كقضاء والدستور بيوجب عرضه على مجلس القضاء الأعلى ياخد الرأي في رأي مجلس القضاء الأعلى، ومجلس القضاء ياخد رأينا فيه، إن محتاج هدوء، محتاج ما يصدرش قانون في وسط الجو المشحون ده للمصلحة العامة. أنا أعتقد شوف مع قاعدة الفصل بين السلطات لابد أيضا هناك تعاون بين السلطات، رئيس الجمهورية بيعتبر الحكم ما بين السلطات، لابد أن هنا ينزع فتيل الأزمة. يعني يعمل إيه؟ يتدخل، مش تدخل بقى بالمقصود اللي بيدخل في السلطات، لا هناك أزمة، مصر عاوزة تستقر، سلطة القضايا فيها قلق، سلطة القضايا تهم الشعب المصري كله. يا سيدي الثقة في القضاء دي من عناصر بناء القضية، أنت النهاردة بتهدم السلطة القضائية حينما تتحدث عن قضاء فاسد وتطهير القضاء، ده مش ممكن. كيف تنفذ حكمك في الخارج الآن؟ كيف تجلب استثمار؟ كيف تجلب سياحة؟ استحالة. الكلام ده ما ينفعش. رئيس الجمهورية باتصاله ما بين السلطات، لا، مصلحة مصر هي الأهم. قانون ما يعرضش الآن، يدرس بالراحة ثم يعرض بعد ذلك على مجلس النواب. هذه هي المصلحة العامة تقتضي. دكتور جمال، بعض القضاة بيقولوا إن مجلس الشورى بيحاول يمرر قانون مطروح لمناقشة الآن باستغلال المادة الرابعة اللي بتحدث عن توحيد المرتبات بين الهيئات القضائية ورفعها. تعالي حضرتك إيه؟ والله الفكرة في أحكام صادرة كده من الإدارة العليا. الدستور قال كده المساواة بين، وهي الحقيقة ده واجب بغض النظر عن النص اللي موجود، إن هو نص بيحط دي جنب دي عشان الشيلة تبقى واحدة. أنا بقول أهو يعني الحقيقة أنا بقول لك التعديل ده مش هيعدي. ما تخليني كده آخد البشرة اللي خدناها من الدكتور جمال عشان القضاء كمان يستريح. بيقول لا الظروف مش هتخلي القانون ده يصدر دلوقتي. ما الدكتور جمال قالها الآن. انا قلت وانا اولا بشكرك على انه المصلحه العامه امام الجميع. هو عارف يعني هو عارف من خلال لقاءاتي ايوه طبعا ده بس انا بس أؤكد أنا على هذا الان في استنتاج وهتلاقيه استنتاج صحيح يعني النار اللي مشتعله الان هذه العباره وانت في مجلس الشورى والدكتور جمال له قدره في مجلس الشورى وما يقول هذا الكلام يهدئ الاوضاع بره والناس تتسرب بالظبط. لا ولا قدر كمان في مؤسسه الرئاسه معالي المستشار فيعني بيطفي النار. مؤسسه الرئاسه مالهاش دعوه. بيجمع من طرفين. لا يعني ما قاله الدكتور جمال ان هذا المشروع لن يمر في هذه الفتره. أكيد. ويجب ان نهدأ، يجب ان نفكر ونعلي لمصلحه مصر، المصلحه الوطنيه فوق التنحر. ابعدوا القضاء عن السياسه. لا تدخل يا سيدي، لو دخلت السياسه حرم القضاء
سيخرج العدل فورا. والله انا مع حضرتك الأخير تماما. سيناريوهات الخروج من الازمه ابدا بالدكتور جمال ثم معايا مختار. انا الحقيقه مش شايف ان في ازمه، انا شايف ان هو مجرد اقتراح بقانون. البعض كان ليه مصلحه للتصعيد بشده يعني لاعتبارات شخصيه او غيره. انا شايف ان من خلال وجودي في المجلس ان مشروع القانون ده لن يمر من المجلس بالطريق العادي، مش ان رئيس الجمهوريه يسحبه بقى ولا ده يسحبه، لا بالطريق العادي. عم ستربي انا هقول لحضرتك انا طرحت هذا لكن كان شباب القضاء الحقيقه كان غضبان وما حتى ما سابونيش في الجمعيه العموميه ان انا اقول الاقتراح. نمره واحد، انا اطمئنيت الان بانه ان المشروع مش ماشي في مجلس الشورى، مش هيمر نتيجه الظروف، لكن لابد ان يدرس مشروع القانون الان، وعندنا القوانين المشروعات القوانين التي اعدت، فده الجزء الاول من حل الازمه. الجزء الثاني، وما زال بوجه النداء للسيد الدكتور رئيس الجمهوريه، اجتماع مع رؤساء الانديه ومع مجلس القضاء الاعلى ويسمعوا منه، ان انا متاكد ان السيد رئيس الجمهوريه وكان من ضمن برنامج انتخابه وايضا من البرنامج اللي وضع فيه حريه والعداله القضاء مستقل، كان برنامجهم شاء قضاء مستقل، دعم استقلال القضاء، دعم الثقه في القضاء، احترام احكام القضاء، تنفيذ احكام القضاء. لما يسمعوا من السيد رئيس الجمهوريه هذا الكلام بيقولوا للانديه والانديه بتنقله للقضاه ويطابق العمل، القول يطابق العمل، هيريح وهيهدي. نعم، شكرا جزيلا لمعالي المستشار المحترم عبد الستار امام رئيس نادي قضاه المنوفيه رئيس محكمه جامعه الجيزه. شكرا جزيلا. شكرا للاستاذ الدكتور جمال جبريل عضو لجنه القانونيه برئاسه الجمهوريه وعضو لجنه تشريع مجلس الشورى، ونتمنى ان شاء الله ان تنتهي هذه الغمه على خير. ان شاء الله تنتهي، وانا واثق انها هتنتهي ان شاء الله. ان شاء الله. اشكركم جدا جدا. دي حلقتنا النهارده من 90 دقيقه. شكرا جزيلا، تصبحوا على خير.